السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو هذا غادي نتكلمو على واحد الموضوع اللي مهم، هو ديال العزيل. الراجل ملي يتزوج بالبنت كيمشي كيديها يسكنها مع دارهم، وهذه اكبر غلطة كيقدر يديرها الواحد. علاش نقول لكم علاش باش تفهموني؟ لانه بزاف ما كتعجبوش الهضره ديالي، سورتو الرجال اللي مقتنعين بهذه الفكره ديال انه مرتو تسكن مع مو مقتنعين بها. انا غادي نشرح لكم علاش وغتفهموني. عندك سيدي، امتى الحالات النادره اللي ممكن انك مثلا ما تسكنش مرتك، لانك تسكن مرتك مع حماتك او مع عجوزتها او مع ماماك؟ هي الا كنتي انت خدام في واحد البلاصه بعيده وما يمكنش تشدي معاك المدام ديالك، امك كاينه تاني بوحدها، هذه نقطه. كتولي ديك الساعه المدام ديالك كتخليها مع ماماك وكتمشي تخدم في ديك البلاصه بعيده حيت عندك هاد الظرف. الا عاوتاني عندك واحد الام ديالك مريضه 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 بزاف، ما كتقدرش تنوض ما والو، وكاينه غير بوحدها وما عندها لا بنات ولا والو، مسكينه. وانت تزوجتي وخلاص، الا كان كاع مثلا باباك ميت واخا يكون كاع حي وبغيتي تسكن هذيك السيده اللي باش تزوج بها مع امك، ماشي مشكل. وكاين هكا شي حالات اللي غاف، شي حاجه اللي غاف عاد تاني. هاد الحاله ديال مثلا تكون مثلا بغيتي تمشي على برا وبغيتي تخلي مرتك مع ماماك، غير بين ما تصايب ليها الوراق، واخا هو من الاحسن تخليها مع دارهم، ما تخليهاش مع ماماك. ماشي غير حيت تزوجتي بها زيدي عند ماما، تدوز واحد 6 شهور ديال الستاج ولا العام ولا علم الله اشنو. كاين اللي كتصدق طلقات ما مشاتش كاع على برا، المهم عاد كديك الساعه كتديها. كاينين هكا شي حالات، ولكن الاغلبيه كتقول لهم شوف ولدي ها السخط هرضى الا مشيتي عزلتي. كيصدق هو ما قاد على سخط، ما قاد على مشاكل، كيجيب مرتو كيسكنها مع امو على اساس انه صافي حيت امو قالت ليها سخط هرضى وجابها راه غادي تهدى الامور، وهي بالعكس غير ما كتزيد تسوء الامور. ودابا تخيلوا معايا مرتك الا سكنتيها بوحدها في دارها بوحدها معزوله في شي بلاصه وكيكونوا المشاكل. جبد ليا شي مراه في المغرب، انا كنهضر على المغرب، جبد لي شي مراه في المغرب ما عندهاش مشاكل مع عجوزتها والويساتها، قليل. كاين اللي دابا وصلت مرحله ديال الاكتئاب، كاين اللي كتشرب الدواء على ود عجوزتي دارت ليا فعلت ليا تركت، او لا العكس، او اللوسه مفقوصه من مرت خوها، مرت خوها او عيرت اللواس. المهم هذا الفرع هذا كاين. داكشي علاش الا سكنتيها بعيده راه كاين المشاكل، كاين مشاكل، ولكن مني كتسكن مرتك مع ماماك من الديبار ماشي كيكونوا المشاكل، كيكونوا الكوارث. ما كتعيش ليله وحيده سعيد، ديما الفرح ديما الفرح ديما الفرح. ممكن البنت تصبر سيمانه، تصبر جوج سيمانات، تصبر ثلاثه، من بعد غتشتت، غتولي انت كتجي للدار امك كتشكي عليك ومرتك كتشكي عليك. تقدر مثلا مرتك تشكي عليك تكون كذبت عليك، اي ممكن تكون كتكذب عليك، تقول لك امك دارت لي دارت لي دارت لي، تكون امك دارت لها غير 10%، هي تقول لك 90%، باش زعما انت تعطف عليها وتمشي تعزل تمشي عند امك. حتى هي تقدر مثلا داكشي اللي دارت ليها مرتك غير 10% وهي تقول لك 99%، يعني انت ما كتبقاش ترتاح. جاي انت ضال النهار كله انت في الخدمه مفروع، وكتجي للدار وكتبقى مفروع عاوتاني، مرتك من جهه امك من جهه. لا رضيتي امك اذا مرتك مشات فيها، لا رضيتي مرتك امك غادي تسخط عليك. وعلاش هادشي كله؟ عاد واحد القضيه اخرى، علاش راجل كيتزوج، علاش راجل كيتزوج؟ انا كنهضر على اللي عندهم، يعني عندهم لا بوسيبيليتي انهم يعزلوا المراه، ولكن ما تيعزلش لها حيت امو قالت ليها السخط رضا. واش شي امك ما عمر امك تقول لك عزل؟ لانه هي ولداتك، الله يسمح لنا من الوالدين، اي ولداتك ورباتك وتكرفصات عليك، وهذا ما غاديش تجي حتى اخر مطاف وحده غادي تزوج بها وغادي تديك ليها. ما كاينش وحده غتقبلها. كاين شي عيالات دابا متفتحين وعندهم العقل وهذا كتقول لك لا ولدي غير عزل،
ولان الاغلبيه كتقول لك ودي قال هالسخطه دا ولا ريو درتي هوا دير لك الروينه. كاين اللي كاع كيعزل وكتجي امه كتسكن عنده في الدار تقولي دو قال انت ما عمرك ما تسنى من مرتك ان من امك تنصحك انك تعزل، ما عمرك غتسمع منها، ولكن هذه هي سنه الحياه. من بعد غتقبل لانك انت فاش غادي تزوج ماما كملش كتخاف، كتخاف ان مرتك تديك كتقول هادي لعزل ليها صافي راه مشى راه ما بقاش كاع غنشوفو بحال كتوادع معاك في الدنيا قبل الاخره. انت اشنو غادي تعود تدير؟ نتايا غادي تقول لماك ومن بعد غادي هذاك الشيء اللي غتقولو غتطبقو، غتبقى تمشي عندها يوميا. اسيدي ملي تخرج من الخدمه دوز عند ماماك هي الاولى، شوفها وتقدى ليها واهتم بها كتر ما كنتي كتهتم بها ملي كنتي معاها. هي ملي غتشوف انك انت مثلا فاش كنتي قبل ما تزوج كنتي باقي عزري ديال راسك، كنتي كتجي من الخدمه طالع لك الدم هادي جالس تجبدتي تمشي البيت كتجلس فيه. لا ديك الساعه فاش غادي تزوج غادي عاد تمشي وغتمشي تتقدى وتدخل على الوالده ديالك، تكون باش تتقدى لمرتك كيلو ديال التفاح، خد نص كيلو ديال التفاح لامك ونص كيلو ديال التفاح لمرتك، ولا مرتك كاع ما تقدى لها اه سيدي سبق امك هي الاولى ماشي مشكل، الام هي الاولى وما كتعوضش. دي ليها الديسير وسير شوفها وجلس معاها كي داير الوالده لاباس عليك، تكون كاع ما كنتي كتعيط لها في التليفون وتولي تعيط لها في التليفون، بين ليها انه راه ما داتكش ليها حتى شي بنت المراه، بالعكس كون حسن من ما كنتي قبل الزواج باش ما امك ترتاح وتعرف انه راه ما داتكش ليها هذيك. وفي نفس الوقت حتى مرتك غترتاح، هي ساكنه راسها باش تعود منين تجي من الخدمه تلقى واحد الانسانه شقات شقاها اللي قدات عليه دارته واللي ما قداتش عليه خلاته، حاسبه لك الوقيته فاش غادي تجي، فاش غتجي غتستقبلك غتعامل معاك مزيان، امورها هانيه، غتولد وليداتها في امان الله. مره مره ديها معاك عند ماماك تشوفها حتى هي دير معها صله الرحم، غير هي دير لي هذيك الساعه واحد القانون داخلي هو انه فاش تجي مو خاصها تهلا فيها، فاش تجي مو ما تخليهاش تنوض تشقى، فاش تجي مو خاصكم تمشيو لعند مو لي كادو تشري كادو تعطيه ليها تقول ليها هذا عطيه لامي، باش الام ديالك تعمر هذاك الفراغ وداك الخوف اللي كانت دايره في قلبها وترتاح. اما من الاول الاغلبيه الساحقه ديالكم عاد واحد القضيه مهمه بعدا بغيت نقولها لكم، هذيك القضيه ديال مثلا تعزل ليها هي الفوق وانت لتحت، ولا مثلا امك الفوق وانت لتحت، ولا امك لتحت وانت الفوق، داك الشيء هذيك ما عزيل ما والو. لكن انتو في دار واحده ما كتسماش العزيل، والعزيل شنو كيعني العزيل؟ العزيل ماشي هي انا غنعزل ونبعد من دارنا ونعطيهم اتساع، هكا كيفهموها الوالدين وهكا كيفهموها بعد الازواج. لا العزيل كيعني انه كتفرق بين واحد جوج العيالات، واحد جوج العيالات من الاحسن يكون كل واحد في اتساع باش تبقى المعزه وتبقى المحبه. راه سبحان الله العظيم، راه الا كان العزيل كتكون واحد المحبه وواحد الموده. راه ما تقولش ليا كاينه شي وحده كتبغي عجوزها، هادي واش نتايا كتبغي تخلي مرتك تبغي عجوزك؟ راه ما عمرها تبغي امك، راه ما عمرها ما تكون، ولكن خصك تفرض على مرتك انها تحترم الام ديالك في حضورك وفي غيابك، وما تهضرش ليها في امك مثلا تخاصمتي مع امك ولا تقلقتي منها ولا المهم شي مواضيع اخرى، راه كلشي نتوما عارفين. غير هو الاغلبيه الساحقه ديالكم اللي بغيت نقول لكم، الاغلبيه الساحقه مسكنين عيالاتهم مع والديهم. كاين اللي مسكنها مع والديها وعنده خوتو وعنده خواتاتو وكتبقى هي من الصباح وهي كتشقى حتى الليل ما كتجلسش، واعي بعد الله وفي الاخر مرتي ما مهلياش فيا، ومرتك بعدا راه تقسم ليها الظهر بالشقة، وراه كتنوض طيب غير طاجين وكتجفف غير الدار وكتعيا. عاد الام حيت كتكون مع احتراماتي لجميع الحماوات وجميع العكيزات ومع احتراماتي للجميع، انا ما تنعيطش شي واحد وما كنعممش، كاينين بنات الناس لا في الحماوات لا في العكيزات ولا في العرس، انا كنهضر على البعض وهاد البعض هادو راه كاينين راه كيشوفوني وعارفين رؤوسهم. هاد الناس هادو كيتكرفصوا على العكوزه على العروسه، علاش كيتكرفصوا عليها؟ حيت العروسه
حيت الحمات اللي هي العجوزة عفوا كانت تخربق، دوزت واحد المدة طويلة في حياتها وهي كتشقى وكتضرب تمارا على الولاد. ملي كيتزوج ولدها كتقول الله دابا خص دابا بغيت نرتاح. لا حبيبتي هذيك ايه تعاونك، نقولوا كاع مثلا في حالة انها سكنت معاك تعاونك، ايه تعاونك، ولكن ماشي تهز المسؤولية ديالك انتي وديال راجلك وديال ولادك. كتلقى مثلا شي مرة عندها 5 د الولاد، عاد هي مزوجة بخوهم هو السادس، وعاد عندها 7 البنات، وكلشي البنات جالسين. اقسم لكم بالله الا هادو حالات كاينين، تلقى البنات كلهم جالسين والولاد، وتصبن 8 كيلوطات ديال لي غيكل كتصبنهم العروسة البنات، والبنات كلهم عزبات، كلهم عزبات. كتلقى مثلا شي وحدة عندها 35 ما مزوجاش، الاخرى عندها 32، الاخرى كتلقى عندها 18، والاخرى عندها 16، والدراري العزابق. وهذوك الدراري كيبقاو يشوفوا في ديك العروسه كتبان ليهم بحال الهمزه، ما كاينش داك الاحترام. وكتبقى البنت كتشقى تشقى 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 تشقى، يلا تبغي تجلس راه جا حاتم نوضي ديري لي شي ساندويش، يلا تمشي تصايب هذاك حاتم ساندويش، جي الاخر كل معاه ساندويش، لا انا بغيت بانيني نوضي صايبي المراد بانيني، صايب المراد بانيني دا دا دا. بزاف بزاف. ومن تبغي تجلس انا تقعد قاعده راه ما سيقتي السطاح. ملي كيجي الراجل من الخدمه والسنار كيلقى السيده في تماره، كيقول لها مرته فرحه امه فرحانه، والمراه كشقه امور هانيه. ورجع لعندها في الليل تلقاها طايحه دوده، ما غتهضر معاك ما غتكلم معاك ما والو، الا قصتيها تبكي، الا قصتيها تبكي، الا قصتيها فمها يدوزو يدوزو نيوفه بالدم، الا قصتيها فمها تقي عليك. السيده مقيحه مديره داكشي، علاش العزيز شي حاجه زوينه، المراه اللي بطيب خبزه ماشي هي طيبه 7 الخبزات. اذا كانت كي قلت لكم الراجل مرتو مو باه ناس كبارين في العمر ماشي مشكل، ديك الساعه ديك الساعه هذيك العروسه كدير واحد الخير وكتشقى وهذا فيها، المهم كاين بزاف ديال الامور انسانيه وهذا، وما يمكنش تعزل ليها. ولكن ملي كيكون المراه باقا صحيحه وباك وخوتك وخواتاتك والدار قداش هي فيها شي حد ديال تماره وديال سميتو، وهذيك السيده بوحدها كتنوض وتدير، والمعيار فيها حيت هي ما يمكنش تكون كابابل ديال هادشي كله، سبان فيها والمعيار فيها ونتيف والضريب. وكاينه قسما بالله العظيم الا وحده الا كتهضر معايا وكتبكي في انستغرام، قالت لي عندك تمشي تقولي القصه ديالي، قالت لي راه تيتفرج في اليوتيوب والتيك توك لا يعرف، قالت لك كتبقى كتشقى حتى ل 12 ديال الليل، وفي الاخر الا دارت شي كعيه مثلا ما طيبتش حاجه مزيان ولا قالوا لها ما درتش حاجه، تقول لهم صافي راه عييت ما بقيتش قادره والله ما بقيتش قادره، كتنتفها عجوزتها وراجلها كيريشوها مزيان حتى كتبقى الزغب مرمي في الارض، عاد تمشي تنعس، تنعس على بكيه بالجوع ولادها مرميين وهي كتشقى. واش البنت حامله وكتشقى على امها ديال البشر؟ البنت حامله وليحه ولادها مليوحين ما كيشدوا لا حتى حتى ولادها ما كيشدوهم ليها، ويلوحوها هي تدير. والفام دو ميناج، الفام عباد الله دو ميناج كتخدم وكتسالي وكتمشي ترتاح وكتاخذ الصالير ديالها من الفوق وكتمشي تخرج، ما عندكمش الحق تقولوا لها لا ما تخرجيش. اما هاد النوع هذا كتلقاها كتضرب هادشي كله في الاخر ممنوع تخرج من الدار، كتخرجها مره في 3 شهور ولا مره في 4 شهور وبزز. ولو بيغ هي ملي كتبغي تخرجها كتخرج معاك امك، تقول لك امك ما تخرجهاش بوحدك حيت كتخاف مرتك تعزلك تقول لك شي حاجه، ولا هذا خص تبقى ديما تحت السيطره. المهم هذا الموضوع هذا هادشي راه كاين، يجي شي واحد يقول لي لا انتيا بغيتي تلاقي السلوكه وانتيا هادشي انتيا ما عرفتي شنو، كل واحد اش كيقول. انا ما كيهمونيش لي كومونتير، كومونتير كيف ما بغيتوش كومونتير. في تيك توك كنلقى بزاف ديال لي كومونتير، شي وحدين زوينين كيعجبوني حيت شي واحد كيقول لي مزيان متفق معاك هذا غير عجبوني، ولكن لي كومونتير اللي تيقولوا لي حنا ضد قول لي علاش انت ضد. اما اللي سبني كنتسوقش هذاك لا ماجوريتي هذاك لو جونغ ديال الناس اللي كي يسبوني كنتسوقش ليهم. علاش ما كنتسوقش ليهم؟
حيت هادوك اوباش، حيت هادوك كون كانوا مربيين يهضر معايا يقول لي شوفي اختي هاكين وهاكين، يتناقش نعرف انه عند واحد النيفو. اما اللي كيسب قا زا طاجا هذيك هضره خاويه. هذيك كنتمنى هاد لا فيديو هادي تكون خفيفه على قلوبكم. ومهم انا كنهضر عفوية مثلا، مقيد في ورقه مثلا، نكتب ما كان بريباري ما والو، ما كنافقش هذاك الشيء اللي عندي كنقولو الشيء اللي كاين.